ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي بمسؤوليه واعضائه وجماهيره حاطين الاهلي فوق الجميع فوق جميع مصالحهم فوق كل اعتباراتهم فوق كل الامور الشخصيه اللي تخصهم مصلحه الاهلي فوق اي اي مصلحه بالنسبه لهم هم وعلى فكره هذا الشعار المهم جدا اللي شكل منهجيه مهمه جدا وحاكمه للنادي الاهلي على الاقل يمكن المعنى كان موجود منذ التاسيس وفي وقائع كثيره تؤكد هذا المعنى منذ التأسيس، لكن على الأقل تم تعزيزه وترسيخه وصياغته في انتخابات نوفمبر 92. ده الأمر اللي خلى السيد أنس الفقي وهو وزير للشباب والرياضة لفترة، وزير للإعلام لفترة مهمة قبل ثورة يناير. كتب الوزير أنس الفقي وهو زملكاوي، لأنه حتى بدأ التويته بتاعته كده، على الرغم من أني زملكاوي. الا اني احترم مؤسسه النادي الاهلي والتقاليد والاعراف التي تتبعها قيادات النادي المتعاقبه ومعظمهم اما اصدقاء او رفاق عمل في مجالات مختلفه ولذا فانا اعلم سر الشعار الذي رفعه الراحل صالح سليم حين جعل المبدا الحاكم لكل قيادات النادي ان الاهلي فوق الجميع والذي قصد به ان تظل مصلحه النادي ومكانته هي العنصر الحاكم لتجاوز اي اختلافات في وجهات النظر او التوجهات خاصه في فترات المنافسه الانتخابيه رفع صالح سليم هذا الشعار ورحل وبقي الاهلي كما اراده صالح سليم فوق الجميع لذا ده الاستاذ انس الفقي لذا فقد لزم التنويه وبيختم شهاده من زملكاوي منصف طيب احنا ليه بنتصدى ها؟ وكاننا ندافع عن فكره هذا الشعار نحن لا ندافع عن فكره هذا الشعار يا استاذ ابراهيم ولكن نمنع هذه الهجمه الشرسه على ثوابت النادي الاهلي لان يعني معالي الوزير السابق انس الفقي اذا كان زملكاوي منصف هناك اخرون غير منصفين عملية الضرب في ثوابتك يا أستاذ إبراهيم هي المشكلة والمنهج إحنا هنا لما كنا منزعجين من 2014 تحديدا الموضوع ابتدى قبل كده بس ما كانش بشكل خطورة لأنه ما كانش وصل الأمر إلى داخل النادي الأهلي ولكن عندما يدخل إلى جوه النادي الأهلي وحجراته المغلقة و بين أعضائه وبين دولاب العمل فيه أولئك الذين يريدون أن يسيئوا إلى الأهل وسوابته لانتمائهم الواضح مش بس لزمالك إلى كراهية الأهل ها؟ منتمين إلى كراهية الأهل أيوة فده كان خطر جدا ده تصنيف مهم أه طبعا لأن هم يكرهوا الأهل أكثر ما بيحبوا أي نادي أخر طبعا أه أنا ما بعممش اه لكن بعضهم أيوه. بعضهم وكان في مجاهرة يعني يعملوها على سبيل الدعابه وانا قلت لك قبل كده وحددت الاسماء واكررها <applause> ها الاستاذ عمرو خفاجي لما قابلنا واحنا في احنا مسافرين ابو ظبي وقال يا الزمالك يا نوقع الاهلي منهجيه يعني ساعتها يمكن الواحد ما خدهاش ولو ان انا ما ما بحبش افوت حاجه يعني فضلت الكلمه ترن في دماغي ولحد ما شفت ثوابتها و يعني خطوات التنفيذ ماشيه ازاي؟ خطوات التنفيذ النهارده انت كنت بتتكلم وتشوشر وبتعمل على الاول الاهلي التحكيم، نادي الدوله، مش عارف الفلوس الاهرام الفلوس والاهرام بعدين رحت ناقل على المبادئ والقيم يعني ايه مبادئ وقيم نادي يعني ايه مبادئ وقيم نادي مع ايه مبادئ وقيم نادي لحد ما دخلت وتغلغلت وطلعت بقى اه توزع الادوار النهارده عشان تضرب في الثوابت بتاعتنا احنا اللي ما تخصكش في حاجه الاهلي فوق الجميع اوعى تفتكر اللي بيهاجم النادي الاهلي من من المثقفين انا ما دعوه دعم الراول يعني الجمهور العادي الجمهور العادي لانه بيبقى بعيد عن الصوره يعني بيقتنع باللي بيتقال له بعضهم. ولكن ما تجيش تقول لي فلان الفلاني اشرح له لانه مش عارف، لا ده عارف قوي. قوي وخصوصا اولئك المثقفون. خصوصا لانه عارفين ودارسين وفاهمين بيعملوا ايه. لكن يخبطها لك بطريقه ما تعرفش تمسكها عليه، لكن هو بيرميها عشان تبقى تحدث هذا الجدل، لان هي دي الهجمه اللي جاي هو اوعى تفتكر هتقول ايه علاقة ده بفوز الزمالك بالدوري؟ يا جماعة والله فوز الزمالك بالدوري او الاهلي بالدوري ان كانوا يضايقهم لان ده مش خلاص دول مش هيعرفوا يعني محتاج عقود يعني عشان تقدر انك تعوض هذا الفارق الضخم. لكن اللي مضايقهم جدا جدا لان ده سر زهو الاهلاوية وبعض الناس اللي هم المحايدين اللي بيشوفوا المشهد من بره. الاهلي له ثوابت تحكمه. ولو مبادئ تحكم نخبط له فيها نخبط له فيها احنا النهارده مش بندافع لان احنا مش في موقف حد يقدر يهاجم حاجه عندنا وندافع عليه لكن احنا هنا بنوضح وبنقول لهم تكر الناس دي فاهمه بتعمل ايه